الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان، جعل اللسان آية من آياته الدالة على قدرته، فسبحانه من إله ورب عظيم، من قطعة لحم أنطق اللسان، من قطعة لحم أنطق اللسان وحركه، بل من آياته الدالة على كبريائه وقدرته أن أنطق الألسن بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، فأشهد أن لا إله إلا هو سبحانه، لا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، ولا شريك له في تحريك ألسنتنا ونطقها، ولا شريك له في تحريك أعيننا، ولا شريك له في خلق عقولنا، ولا شريك له في تحريك قلوبنا. نحبه أكثر من أعيننا وقلوبنا، بل لم نعرف الحب الصادق من أجله إلا منه جل وعلا. فيا ربنا من علينا، فيا ربنا من علينا، واجعلنا من أحبابك صدقا وحقا ودنيا وأخرى. وأشهد أن خليله وحبيبنا محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان إلى حبيبك، حبيبتان إلى من تحب، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم دائما وأبدا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عموما، وبتقواه في نعمة اللسان خصوصا، لا سيما في زمن أضاع أكثر الناس ألسنتهم وأجروها للشيطان وضيعوها في القيل والقال. بل بلغني هذا الأسبوع أن ولدا صغيرا يلعن في أمه ويسبها ويسب ويقبح ويتكلم بكلام قبيح لا أقدر أن أنطق به على المنبر من قبحه، بل يستحي العبد أن يقوله في مجلس فضلا عن منبر. ألا فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في ألسنة خلقها الله وحركها، اتقوا الله الذي أنطقها، اتقوا الله الذي من قطعة لحم أنطقها. وستشهد على كل مجرم وعاق وفاجر وظالم وفاسق ولعان وقاذف بالباطل ومهدار، ستشهد عليه في يوم تشخص فيه الأبصار. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم. الله أكبر. سمى الله تعالى الكلام الفاحش البذيء، سماه رميا. الله أكبر. نعم، إنه رمي أشد من رمي الرشاشات والمدافع والقنابل، بل إنه رميا أكبر وأكبر من ذلك بكثير، رمي أشد، لأنه يرمي بصاحبه في النار. اللسان يرمي ويرمى بكلامه في النار.
إنه اللسان، إن اللسان ليرمي في النار من يرمي بالكلمات البذيئة. بل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. وكان الصديق يمسك بلسانه ويجذبه إليه ويقول: هذا أوردني الموارد. وعند الترمذي: الأعضاء تقول للسان: اتق الله فينا، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولا إله إلا الله، كم يرمي اللسان أقواما في النار على مناخرهم وعلى وجوههم التي طالما رمت بالكلام جزافا ومجازفة عبر فضائيات وأشرطة وجوالات وهواتف في الفضاء معربدة ومغافلة وكاذبة ومجرمة. حتى إن من أقبح الأصناف الذين يؤذون البشرية في النار على ما بهم من الأذى والعذاب في الجحيم والسلاسل والأغلال، أولئك الأصناف الذين يؤذون الناس بألسنتهم ويستحلون الرفث. هؤلاء يؤذون أهل النار على ما بأهل النار من العذاب، لأنهم كانوا يستلذون الرفث، أي يستلذون الكلام الباطل والغزل والمعاكسات والدياذة والفواحش. فسبحان الله القائل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا إله إلا الله، كم بطن في الهواتف من مغازلات، وكم بطن في ظلام الليل من مكالمات، وكم نشر في الفضائيات من عفن هجت منه الأرض والسماوات. أيها المؤمنون والمؤمنات، احفظوا ألسنتكم حفظكم الله في زمن أضاع أكثر الناس ألسنتهم، حتى إن بعضهم ليلعن ويسب ويغتاب وينم في اليوم ما يملأ صحيفته بالذنوب والعار والنار والكبائر الكبار التي تعج منها الأرض. إن اللعنة جريمة شبهها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجريمة القتل، فقال: لعن المؤمن كقتله. ومن يقتل مؤمنا ما عقوبته في القرآن؟ قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ومن كان يحب الله صادقا فليستمع إلى هذه الأحاديث كاملة. فعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الكلام إلى الله يا من تحبون الله. الله تعالى لا يحب السباب ولا يحب الفحشاء في الكلام، بل إن اللعانين لا يكونون لا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، بل إن الله تعالى ليجازيهم بكلامهم كما يجازي من قتل مؤمنا أو قتل مؤمنة، كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى من أنطق لسانك، أحب الكلام إلى من خلق عقلك، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت، رواه مسلم. كما روى الترمذي
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. رواه البيهقي. كما روى ابن ماجه عن عبد الله بن بسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: طوبى طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فأستغفر الله لي ولكم، أستغفر الله لي ولكم، أستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله جعل للسان مفتاحا في العقل ليعقل العبد ما يقول، فيا ويل من لم يعقل كلامه وهدى هديانا. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق العقل ليربط ويعقل النية والجوارح واللسان. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام القائل: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن بلغت به ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم لقائه. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن بلغت به ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أبونا آدم وأمنا حواء عليهما السلام قالا كلمة أسعدهما الله بها سعادة لم يشقيا بعدها. وأما إبليس فقال كلمة أشقاه الله بها إلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة وإلى أن يصلى نارا حامية ويكبه الله فيها على وجهه ومنخره خاسئا رجيما. آدم وحواء قال: ربنا ظلمنا أنفسنا. وإبليس قال: أنظرني. إبليس كذب على آدم بلسانه وأقسم بلسانه كاذبا أنه ناصح وهو غاش. إبليس كتب الله عداوته، إبليس عاداه الله وكتب عداوته في كل قلب وعلى كل لسان. بل أضل الله قوما كذبوا عليه سبحانه، كذبوا عليه بألسنة خلقها ولم يراقبوه وهو يحركها، وقالوا وهم ينهون عن الفواحش والآثام وسيء الكلام، قالوا: وجدنا عليها آباءنا. تقول للواحد: أخرج الدش من بيتك، أخرج الصور الخليعة من بيتك، أخرج الأفلام البذيئة من بيتك، فيقول: لم أدخلها، إنما وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، أمرنا أن نسلي أنفسنا. الله تعالى لم يأمرك بالفحشاء ولا أن تضيع لسانك ووقتك بالمنكرات بحجة التسلية، وليس من عمل خطأ بحجة ولو كان من كان. وجدنا عليها آباءنا، يقال للمرأة: تحجبي، اتركي التبرج والسفور، فتقول: أمي وأهلي وقبيلتي. وجدناهم على ذلك، ألسن خلقها الله تفتري على الله، إن الكلمة من سخط الله تهوي بصاحبها في النار. ألا فلننتبه أيها الإخوة من خطر اللسان، ونسخره فيما خلقه الله له من تلاوة القرآن والأذكار والاستغفار. ومن أحس من قلبه قسوة
أو رياء أو سمعة أو بلاء فسببها اللسان. فالقلب لا يقسو إلا إذا أطلق اللسان في الحرام والقيل والقال. فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن للقلوب صدأ كصدأ النحاس وجلاؤها الاستغفار. رواه البيهقي. وبعد صلاة المغرب وفي درس الجمعة كالمعتاد أذكر لكم حديثا عظيما إن شاء الله تعالى اشتمل على بشارة عظيمة لمن حفظوا ألسنتهم عن الشر وأطلقوها في الخير إلى أن يبلغهم الله الدرجات العلا من الجنة. أسأل الله جل جلاله أن يرطب لساني وألسنتكم بذكره. اللهم رطب ألسنتنا بذكرك، اللهم رطب ألسنتنا بذكرك، اللهم ألهمنا ذكرك كما ألهمتنا الأنفاس، وأعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم اقبلنا في هذه الساعة المباركة على ما كان منا، واعف عما تقدم من عملنا وقولنا ونوايانا، واقبلنا على ما كان منا. اللهم أوزعنا شكر نعمك علينا، اللهم أوزعنا شكر نعمك علينا في ألسنتنا فلا ننطق الحرام، وأوزعنا أن نشكر نعمك علينا في أيدينا فلا تمتد إلى الحرام ولا تمسك الحرام، وأوزعنا شكر نعمك علينا في مشينا فلا نمشي خطوة واحدة إلى الحرام، وأوزعنا شكر نعمك علينا في قلوبنا فلا تنبض إلا بحبك وخوفك ورجاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلحنا في ألسنتنا، وأصلحنا في أسماعنا، وأصلحنا في أبصارنا، وأصلحنا في أيدينا، وأصلحنا في مشينا، وأصلحنا في بيوتنا وسياراتنا ووظائفنا وشوارعنا، وأصلحنا في بيعنا وشرائنا. اللهم أصلح المسلمين كافة، اللهم أصلحنا رعاة ورعية، اللهم هم بالصلاح والخير جميع أوطان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأول وآخرة وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم يا حي يا قيوم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف المرضى، اللهم اشف من أوصونا بالدعاء من المرضى في المستشفيات والبيوت، اللهم اشفهم يا ربنا، اللهم اشفهم في العنايات، اللهم اشفهم في المستشفيات، اللهم اشفهم في البيوتات، اللهم اشفهم يا فاطر الأرض والسماوات، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل صدورهم أضيق من سم الخياط. اللهم سلط عليهم الهموم والغموم والكروب، واجعل صدورهم أضيق من سم الخياط. اللهم اكف الإسلام والمسلمين شرهم، اللهم إنا نجرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، وعم بالخير والطمأنينة جميع أوطان المسلمين، وخلص المسجد الأقصى، وتب على من حوله توبة نصوحة برحمتك يا فاطر الأرض والسماء. اللهم اختم لنا بخاتمة الحسنى والسعادة، واجعلنا من أهل الحسنى والزيادة. اللهم اغفر لنا ولأهلينا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأهلينا وذرياتنا، وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا قريب يا مجيب الدعوات. اللهم واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا الدنيئة الزائلة الفانية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، اذكروا من يذكركم الآن على عرشه وفي الملأ الأعلى عنده، اذكروا من يحرك ألسنتكم، اذكروا من يحرك نبض قلوبكم، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم واتصالكم به.